وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، حيث ارتأت اللجنة إضافة عبارة ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء. بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. رأت اللجنة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توفر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة. سعداء أن المجلس هو بإجماع الكل يعني وافق على توصيات اللجنة بالموافقة على نقل الرمال وتصدير الرمال إلى يعني بعد موافقة مجلس الوزراء. كان في القانون النافذ أن منع وحظر تصدير الرمال البحرية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، باعتبار مجلس الوزراء هو المستأمن على ثروات الدولة وعلى المال العام، وأضافت اللجنة عقوبات جزائية على المخالفين وعلى من يستخرج كميات أكثر، وعلى من يستخرج من مواقع غير مصرح بها حفاظا على البيئة البحرية.